يقول السائل: ذهبت إلى مكة واعتمرت عن نفسي، ثم خرجت إلى مسجد عائشة رضي الله عنها لأعتمر عن أمي، لكن نسيت عند الإحرام أن أذكر اسمها، فما حكم عمرتي عنها؟ يا أخي، ليس لعائشة مسجد، ليس لعائشة مسجد، إنما الرسول أرسلها لتحرم منها بالعمرة، لأنها أقرب حدود الحرم، لأن التنعيم أقرب حدود الحرم، فهو أرسلها لتحرم منه بالعمرة، لأن العمرة لا يحرم بها من داخل مكة ولا من داخل الحرم، هذا وليس لها مسجد، إنما هو ميقات للعمرة لمن كان في داخل مكة وأراد العمرة. نعم.